مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد جزء جديد بعد كل الاجزاء اللي خدناها قبل كده. خدنا من اي ايام الترم اللي فات او السنه اللي فاتت بشكل عام، كنا اخدنا الليفز والباركس والوود والسيد والفلاورز وكل الحاجات ديت، كل البارتس ديت. والسنه دي خدنا الفروت، لا ما خدناش لسه الفروت، خدنا الجزء الان اورجنايزد، وخدنا الهيربس، وخدنا الجزء السبترينيان. فالدكتوره قررت ان هي تضيف جزء جديد كده. قالت لك انتوا اتكلمتوا كل الفتره اللي فاتت ديت على حاجه اسمها التريستريال بلانتس، يعني النباتات اللي موجوده على الارض، مع ان تقريبا 70% من الكره الارضيه ان ما كانش اكتر مكونه من ميه. فده يدل ان احنا تقريبا ما اكتشفناش 70% من الادويه اللي موجوده في العالم. ده يعني لو بنقول ان كل نبته فيها ماده فعاله ممكن توصل لدواء، او ممكن تديني حتى فكره او جلمس على اني اقدر اصنع منها دواء. فقالت لك احنا ممكن ندرس حاجه اسمها المارين ناتشرال برودكتس، باختصارها ام ان بيز. ده اختصار معروف ولازم تبقى عارفه عشان ممكن يجي لك في الامتحان، ام ان بيز، مارين ناتشرال برودكتس. طب احنا بندرسها ليه؟ خلينا نقول كده انتروداكشن بسيطه، ان احنا بندرسها لان تقريبا 70% من الكون كله، من الكره الارضيه، عباره عن اوشنز، وممكن يبقى جواها نباتات كتيره جدا احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. والمشكله مش بس كده، او الفكره مش بس كده، الفكره ان هم they are biodiverse، يعني دايفيرس يعني كميه كبيره من النباتات كعدد، وانواع كتيره قوي من كل نبات. يعني مثلا هقول لك كمان شويه، مثلا ايه، ناخد اي حاجه كده، هقول لك ان الطحالب 30,000 سبيشيز، 30,000 فصيله، رقم مهول، رقم مهول جدا 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 جدا. ف كل مش لازم يبقى كلهم يا عم فيهم اكتف كونستيتون تقدر اصنع منها دواء، يعني نصهم، يعني عندك 15,000 دواء انت لسه ما طلعتهوش. فده حاجه مهمه جدا. البايو دايفرسيتي دي مش بس كنمبر وتايب كمان، ممكن نكتب كده اهو ان هي مختلفه او كميه كبيره وكلهم مختلفين في التايب، يعني انواع او سبيشيز مختلفه، دايفيرس جدا ومختلفين عن بعض، وممكن كل نبته تطلع اكتف كونستيتوينت غير النبته اللي جنبها، مع انهم ممكن يكونوا مثلا اتنين سبيشيز قريبين جدا لبعض. غير كده يقول لك ان زي ما كنا بنقول من شويه ان هم عددهم كتير لدرجه ان مش كل نبته او كل نبته مائيه مارين ليها الكاونتر بارت بتاعها على الارض. يعني في نباتات تلاقي مثلا النبته ديت موجوده في المارين، اختها اللي هي تقريبا بتطلع نفس الماده الفعاله موجوده على الارض. لا، الموضوع ده مش منتشر جدا، يعني حاجات بسيطه قوي، مارينز بسيطه قوي اللي اقدر استغنى عنها، عشان في نباتات على التريستريال بلانتس بتقدر تصنع لي نفس الماده الفعاله دي، فما عندهاش كاونتر بارت، يعني كاونتر تريستريال بارت، يعني ملهاش مثيل على الارض، فلازم نجيبها من الاوشنز او من السيز او من الريفرز كمان، الميه العذبه. هنشوف كمان شويه ان في مثلا الجرين الجي، الطحالب الخضراء، اغلبها بتطلع في ميه عذبه، فريش ووتر، مش بس الميه المالحه، مش مارين يعني ميه مالحه بس، مارين يعني اي ميه، اي ميه خلاص. قال لك الفكره كلها في ايه؟ الاختلاف الواسع ده ايه؟ ان الكونديشنز اللي هي بتعيش فيها مش كونديشنز ثابته، كونديشنز متغيره، سبيشال ليفنج كونديشنز، كل واحده بتعيش في كونديشنز معينه. والفكره ان هي المنطقه مش ثابته، يعني هي مش موجوده على الارض، ده هي الميه، والميه اصلا متحركه. فهو بيحب يوفر لنفسه كونديشنز معينه عشان يعيش فيها، عشان يقدر يعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمع الكلمه دي، يأدابت، يتأقلم مع البيئه اللي حواليه، بيأدابت مع البيئه اللي حواليه. طب الفكره كلها ان الميه اصلا متحركه، فهو كل ما يتحرك من مكان لمكان البيئه بتتغير فيضطر يأدابت تاني. طب هو مين المسؤول الاساسي عن الأدابتيشن في جسمي وفي جسمك وفي جسم النباتات وفي جسم الحيوانات وفي جسم كل الانزيمز؟ فمهم قوي انك تكون عارف ان عندهم انزيمات مش موجوده في النباتات اللي موجوده على الارض، او مش موجوده حتى في الانسان. الانزيمز دي مسؤوله انها تعمل أدابت
للبيئه اللي هي عايشه فيها ديت. طب يعني ايه كلمه ادابت، او تعمل ايه يعني لما بتعمل ادابت للبيئه اللي هي عايشه فيها دي؟ الانزيمز بتشتغل فتطلع انواع معينه من البروتينات، تطلع كومباوندز جديده، مركبات داخليه جواها تخليها تقدر تتاقلم مع البيئه اللي حواليها. ومعنى قمنا واخدين الكومباوندز السبيشال دي لان هي بتعيش في سبيشال ليفنج كونديشنز، فلازم تطلع مركبات سبيشال. ومعنى قمنا نطلع واخدين المركبات السبيشال اللي ملهاش اي مثيل على الارض وعملناها ادويه، يعني يقول لك ساعتها تطلع لي نوفال يعني جديد، نوفال بايو اكتيف مولكيولز. بايو اكتيف مولكيولز يعني مولكيولز ليها اكتيفيتي، يعني نقدر نعتبرها اكتيف كونستيتوينت، ماده فعاله اقدر اصنع منها ايه، نيو دراجز. نيو دراجز ادويه جديده، يقول لك عليها ان هي شبه الكي، شبه المفتاح، مفتاح اقدر اصنع منه ادويه جديده. ممكن بقى اخدها زي ما هي، ممكن اخدها والعب فيها عشان ازود الافيكاسي او اقلل السايد افكت. المهم ان انا هاخدها، هي يا اما اخدها زي ما هي، يا اما اخد الكونسبت بتاعها ويا اما العب فيها، يا اما اعمل لها الوسيديشن، يعني العب فيها عشان اقلل السايد افكت او ازود الافكت، او اسيلها كلها خالص بس اخد الايه الحته الفعاله اللي فيها دي واحاول اعمل لها سينثيز من بره، اعمل لها الوسيديشن تقليد. كل الكلام ده هنشوفه يعني قدام. فهيقول لك ان هي طلعت لي نوفال بايو اكتيف مولكيولز، ده يدل ان المحيط او البيئه البحريه او البيئه المارين يقول لك عليها ان هي شبه المخزون، شبه الريزرفوار لادويه جديده. انت لسه ما اكتشفتش اصلا، ما اكتشفتش تقريبا 1% من الكميه، من كميه النباتات اللي موجوده في المحيط او المارين ناتشورال برودكتس او المارين اورجانيزمز، انت لسه ما اكتشفتش 1% منهم. طب بدأت تكتشف امتى؟ في بدايه التسعينات كده، لما عملنا حاجه اسمها السكوبا، وعملنا حاجه اسمها السنوركلينج. عقبالكم ان شاء الله لما تروحوا كده شرم الشيخ ودهب في الاجازه كده، ايوه افتكر معايا الاجازه والنبي، افتكر معايا الاجازه واتبسط كده معايا عشان انا كمان بفتكرها معاك اهو. ايام دهب، ايام شرم الشيخ، سيوه بقى، دهب وشرم الشيخ، لما كنت تنزل المايه تعمل سنوركلينج او تعمل سكوبا دايفنج وتنزل لتحت وتشوف الشعب المرجانيه اللي هنشوفها النهارده ان شاء الله. فالحاجات دي هي اللي عرفتني ازاي او في نباتات موجوده في تحت. لما بدات المها انا، بدات اخد منها الاكتيف كونستيتوينت اللي قلت لك عليها نوفال وحاجه جديده دي نهائيه، حاجه سبيشال جدا بايو اكتيف مولكيولز، عملنا منها ادويه. طب لقينا ان في مشاكل بتواجه الناس الغطاسين واللي بيعملوا سكوبا وسنوركلينج، ان الوضع صعب والبريشر بيبقى عالي وهم نفسهم مش بيبقوا مجهزين. وخلي بالك، خد بالك ان حلو قوي، خلي بالك، خد بالك، خلي بالك ان ايه، ان مش بس الصعوبة في الغطاسين نفسهم، الصعوبة في النباتات نفسها. ان قلت لك البيئة بتاعت المحيط دي بيئة متحركة يا شباب، فمش دايما لما بنيجي ننط في مكان، نعمل سكوبا دايفنج في مكان او ننزل ندور على نبات مكان ما انا لقيته قبل كده، مش لازم الاقيه تاني، لان ممكن المية تكون اخدته ومشت، ممكن يجي حيوان ياكله، ممكن يجي اي مشكلة، اي حاجة تحصل، ممكن نلاقي ان النبات ده بينمو عليه حاجه اسمها ايبيفايت، نبات تاني، او في ساعتها المره دي اما اجي انزل تاني ما الاقيش الايبيفايت ده، او الاقي بينمو عليه بكتيريا او طحلب معين، اما اجي انزل تاني ادور عليه ما الاقيش البكتيريا او طحلب معين. فما فيش حاجه اسمها كواليتي كنترول، ما فيش حاجه ثابته في الموضوع، البيئه اصلا الانفايرمنت كلها متحركه، فالوضع صعب شويه. بدا الموضوع يتحسن شويه بالنسبه للناس اللي هم، بالنسبه لمشكله السكوبا دايفرز نفسهم، الناس اللي هم اللي بيعملوا سكوبا دايفنج وسنوركلينج، الناس دي قلت بشكل عام، هي قلت. فبدانا الموضوع يتطور شويه ونعمل حاجه اسمها الار او فيز. ايه الار او فيز دي؟ ريموتلي اوبريتد فيكلز، تبقى مكنه كده بتنزل بكاميرا تحت وتبدا هي ايه اللي تلم النباتات المارينز ديت، بيبقى متحكم فيها حد شايف في الكاميرا دي، بيبص على الكاميرا من سكرين ويبدا هو يتحرك بيها بريموت. طيب جميل جدا. قال لك طب ما المارينز دي عباره عن ايه بقى؟ او المارين بايوسفير بشكل عام، لما اقول لك كلمه مارين ايه اللي يخطر على بالك؟ ما هو في حاجات كتيره موجوده في الـ في الـ في الـ في الميه، في البيئه البحريه، في منها حيوانات وفي منها نباتات وفي منها بكتيريا وفي منها حاجات كتيره قوي. قال لك اول حاجه هنشوفها هي المونيرا. ايه المونيرا ديت؟ اما اقول لك مونيرا تفتكر على طول البكتيريا، بس هي مش بكتيريا بس، سواء كانت بكتيريا او سيانوبكتيريا. سيانوبكتيريا يعني بكتيريا
فيها كبر، فيها كبر. فكلمة سيانوبكتيريا دي ساعات نسميها بلو جرين ألجي، وهي والله ليست ألجي، إنما الفكرة كلها إن السيانوبكتيريا بيبقى لونها أخضر. فكنا زمان فاكرين إن هي طحالب، إن هي كانت بتبقى تشينز كده، بس هي مش طحالب والله. هي الفكرة كلها إن هي لونها أخضر، وأي حاجة لونها أخضر تبقى أوتوتروف، يعني زادت ذاتية التغذية، غير البكتيريا. يعني في بكتيريا وفي سيانوبكتيريا، دي تمثل الكينجدم اللي اسمها المملكة اللي اسمها المونيرا. بس قبل ما أبدأ كده عايز أفكرك بشوية معلومات كده، إن من التاكسونومي، من التاكسونومي كان بيبقى دايماً عندي إيه؟ كان بيبقى دايماً عندي كينجدم، فايلم. الفايلم ده ساعات كنا بنسميه ديفيجن، بس هنا هنسميه فايلم. كينج، فايل، كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، نيم اوفر، فاميلي، جينس، سبيشيز. ايه اللي انا بكتبه دوت؟ دي عباره عن حاجه اسمها التاكسونوميكال رانكس، مملكه وبعدها مش عارف قسم وبعدها صف وبعد، يعني الحوارات دي اللي انتوا فاكرينها من ايام التاكسونومي كنت بحفظها لك. كينج فيليب كيم اوفر فور ا جريت سباجيتي، الكينج فيليب جه عشان ياكل سباجيتي حلوه، اللي هي كينج كينجدم، فيليب فايلم، كيم كلاس، اوفر اوردر، فور فاميلي، جي جريت جينس، سباجيتي سبيشيز. هنا بقول لك ان هي يعني مثلا المونيرا دي كينجدم تحتها اتنين ديفيجنز، ديفيجن اسمه بكتيريا وديفيجن اسمه سيانوبكتيريا. المهم يعني إن سواء كانت البكتيريا او السيانوبكتيريا غالبا بيبقوا خليه واحده، وخليه واحده مش محتاجه اي حاجه تانية عشان تعيشها، هي ممكن تعيش لوحدها. اقصى حاجه تلاقيها خليتين لازقين في بعض، بير، او مثلا تشين، سلسله كده من الخلايا عايشه مع بعض. بس خلي بالك هم عايشين في تشين لازقين في بعض، بس مش عاملين نسيج مثلا، ده اول حاجه. تاني حاجه مش معتمدين على بعض اعتماد كلي، هي تقدر تعيش لوحدها، دو نوت ورك together، او في صوره كولونيز، مستعمرات اهي، مستعمره. والدليل اصلا ان حوار المستعمره دوت مش كل حاجه مش مرتبطين ببعض، ان ممكن بكتيريا تموت وبقيه البكتيريا تفضل عايشه. لما مش عارف انتوا خدتوها ولا لا، بس انتوا ما خدتوش مايكروبيولوجي، لما باجي بعمل تيست للانتي بايوتكس بحط كده زي سيركل متغمس، سيركل من الورق متغمسه في انتي بايوتكس، واحطها كده منطوره في الـ في الـ في الـ في الطبق، فتلاقي شويه بكتيريا ماتوا وشويه لسه عايشين، مفيش مشاكل. فهي مش معتمده على بعض، دو نوت ورك توجذر. وتلاقي شكل البكتيريا عامل ازاي، حضرتك عارف من زمان ان ادي اهي البكتيريا مثلا لو ليها فلاجيلا او لو ليها سيليا ايا كان بقى، يعني الحاجات دي انت مش عارف تحطها في الميكروبيولوجي ولا لا، بس تلاقي ايه في النص كده النيوكليس عامل النيوكليك اسيد عامل كده، سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه. المهم ان هل هو موجود جوه النيوكليس؟ لا مش موجود جوه النيوكليس. فكنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها حقيقيات النواه، ولا مش فاكر، اوليات النواه، اوليات النواه. فالمونيرا بيتقال عليها بروكاريوتيك سيل، بروكاريوتيك يعني هاز نو نيوكليس، اللي كنا بنقول عليها نيوكليويد حتى، بس المهم الكلام اللي انا بقوله دوت، يعني المهم ان ايه بروكاريوتيك. ده اول نوع من انواع الكائنات الحيه اللي عايشه في المارين، في المحيطات والبحار، بس ممكن استخلص منها نيو ونوفل بايو اكتيف موليكيولز، نيو دراجز. البكتيريا زي ما قلت لك من شويه ممكن الاقي الـ 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 النبات نفسه وعايش عليه بكتيريا، وممكن افتكر ان النبات هو اللي بيصنع الماده دي، بل بالعكس ده ممكن يطلع البكتيريا اللي عايشه على النبات هي اللي بتصنع الاكتيف كونستيتون. عندنا تاني حاجه في المارين بايوسفير حاجه اسمها البروتيستا، والبروتيستا دي بقى بدايتها من اول هنا لحد الاخر بيبقوا يوكاريوتس. يعني ايه يوكاريوتس؟ يعني عندهم نيوكليس، حقيقيات النواه. والبروتيستا دي اللي هي الكائنات الاوليه، الاوليات، الكائنات اللي عايشه جواها، او دي الكينجدم ديت المملكه دي. الكائنات بقى اللي جواها بنسميها البروتيستس، بروتيستس. البروتيستس دول ممكن يبقوا شبه الطحالب، ممكن يبقوا شبه الفطريات وحاجات كتيره تانية. البروتيستس دول ممكن يبقوا يوني سيلولر او مالتي سيلولر، وبرضه لو مالتي سيلولر اوعى تقول لي ان هم عايشين في نسيج، هنا مش نسيج وهنا برضه مش نسيج، نو تيشو فورميشن، مش موجودين في نسيج نهائي. بيبقوا عباره، لو الخلايا موجوده بتبقى خلايا كل واحده عايشه برضو جنب التانية وليست في نسيج كامل.
في منهم نوعين، في منهم زي ما قلنا فانجاي والجي، بس هنا لازم اتكلم على الفانجاي. لما اجي اتكلم على الفانجاي او الفطريات اقول مارين فانجاي، لان في فانجاي فطريات عايشه على الارض، لان هنا عايز الفطريات بتاعت المارين. الفطريات بتاعت المارين دي ممكن تبقى سابروفيتك، بارازيتك، سيمبيوتك. ايه الثلاث كلمات دول؟ قال لك اول حاجه سابروفيتك يعني مترممه، بتعيش على الكائنات الميته، نباتات ميته، اي حاجه ميته موجودة في ال... ممكن تعيش كمان على حيوانات ميتة، تاخد منها المينرالز اللي هي عايزاها، فهي لا بتأذي الحاجة اللي قدامها، بس هي بتستفاد. يعني هي ما بتأذيش اللي قدامها لأنه كده كده ميت، بس هي بتستفاد. على عكسها البارازيتك، البارازيتك بتعيش على حاجة حية تأذيها وهي تستفاد، البارازايت اللي هي الطفيلية. آخر حاجة سيمبيوتك، حاجة شبه اللايكنز، شبه اللايكنز. إيه اللايكنز دي؟ تلاقي مثلا اللايكنز دي عبارة عن جزئين، جزء من فوق بيبقى عبارة عن تحلب ألجي، وجزء من تحت بيبقى عبارة عن فانجاي. الفانجاي بتمد رجليها في الأرض تسحب المينرالز من الأرض، تقوم مطلعاها للألجي، فالألجي ساعتها تاخد شوية المينرالز دي وتعيش، فتقدر تعمل بناء ضوئي، فوتوسنتز. البناء الضوئي ده يطلع كربوهيدرات، مين ياكلها؟ الفانجاي، فتبقى منفعة مشتركة، سيمبيوزس او سيمبيوتك ريليشن شيب. دي حاجه شبه اللايكنز، كلمه لايكنز دي مهمه وممكن تيجي في الامتحان. طب انت هنا اكدت لي ان هو مارين فانجاي، طب ليه ما اكدتليش ان هو مارين الجا؟ لانه قلت لك ان مفيش الجا اصلا بتعيش على المارين، على الارض. الالجي معظ، او يعني كنت حتى اقول لهم زمان ايام ما كنت بدرس في علوم، كنت اقول لهم يا جماعه والله الالجي دي ما بتصدق، او الطحالب دي ما بتصدق، تلاقي اي حته مبلوله وتنمو فيها، فهي ما بتنموش غير على المارينز. بس الالجي مميزه قوي ان جواها كلوروفيل، والحاجه اللي جواها كلوروفيل او لونها اخضر لازم تكون بتعمل ايه؟ فوتوسنتسيس. فوتوسنتسيس مين تاني في السبوره اللي احنا قلناها دي بيعمل فوتوسنتسيس؟ برضو السيانوبكتيريا او البلو جرين الجي بيعمل فوتوسنتسيس. طيب فالحاجه اللي بتعمل فوتوسنتسيس يعني بتعمل اكلها بنفسها، فنقول عليها اوتو. اوتو يعني تعمل اكلها بنفسها، واكل يعني تروف، يبقى اوتو تروف يعني تعمل اكلها بنفسها عن طريق ايه؟ عن طريق الضوء، فنسميها فوتو اوتو تروف. فيها تقريبا حوالي 30,000 سبيشيز، سواء كانت يوني سيلولر طحالب وحيده الخليه، او مالتي سيلولر. ما قلناش جديد، ما احنا قلنا اصلا البروتيستا ممكن تبقى يوني سيلولر او مالتي سيلولر. طب ايه ال 30,000 سبيشيز دي؟ تعالى كده ناخد منهم كده كام ايه، كام فايلم، كام فايلم، وكل فايلم تحتها كميه معينه من السبيشيز. هناخد منهم 3 فايلمز، ومعينهم ممكن تقريبا يوصلوا لحوالي 18 فايلم او حاجه كده، مش فاكر بالظبط الرقم. هناخد 3 فايلم، هنقسمهم حسب اللون، حسب لون لون الطحالب. ممكن تبقى طحلبه لونها اخضر، ممكن اللي هي كلورو فاي سي او كلورو فايتا، واصلا اي حاجه فايلم بيبقى اخرها فايتا، خليك عارف المعلومه دي، اي حاجه اخرها فاي اي حاجه فايلم بيبقى اخرها فايتا. طيب فتلاقي هنا مثلا كلورو فايتا او كلورو فاي سي، كلورو يعني لونها اخضر، فنقول عليها الجرين الجي. على كده نكتب هنا الطحالب الخضراء اللي هي جرين الجي. والرودو جاي اسمها رودو، يبقى ريد، يبقى ريد الجي. واخر حاجه الفايو، فايو افتكرها كده فاي، اللي دي علامه الفاي، فكاني قعدت اكتب بالاحمر فاي كتير لحد ما بقى بني، اللي هو بقى اغمق يعني من الاحمر. فاي وفايسي اللي هي ايه؟ البراون الجي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الفرق الاولاني ان الكلوروفايسي ممكن تعيش، ممكن تعيش عادي في الـ في الفريش ووتر، يعني ميه البحر، ميه الانهار عادي، او اي فريش ووتر، المهم ان هي مش لازم تبقى مالحه، يعني ممكن حتى في ميه الـ 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 البرك، البركه بتعيش عادي فيها. انما الرودوفايسي والفايوفايسي لازم يبقوا في مارين، يعني بيئه بحريه، ولازم يبقوا طافيين فوق عشان كميه الكلوروفيل اللي فيهم اللي بتعمل البناء الضوئي قليله، فلازم يبقوا فوق على السطح كده عشان يمتصوا اكبر كميه من الضوء. تلاقي الكلوروفيل، الكلورو، الكلوروفايسي مليانه كلوروفيل A ومليانه كلوروفيل C، على فكره فيها كلوروفيلات ثانيه، فيها A وB وC وD وE وF كلهم، بس هنا اهم واحد هو مين؟ هو A وC زي ما الدكتور عايز، كلوروفيل A وكلوروفيل C. الرودوفايسي عندها كلوروفيل A بس، بس عندها كميه كبيره قوي 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 من ماده اسمها فايكو إريثرين، بيجمنت برضو، وعايز اكتب لك إريثرين ديت بالاحمر. رن. طب ليه عايز اكتبها لك بالاحمر؟ لان لو تفتكر اصلا الريد بلاد سيلز او الريد بلاد كوربسلز كان اسمهم ايه؟
اسمهم اريثروسايتس، لان كلمه اريثرو اصلا باللاتيني يعني احمر، فدي اسمها الرودوفايسي. اخر حاجه عندها كلوروفيل ايه وكلوروفيل سي كمان زي مين؟ زي كلوروفايسي، ومعاها كمان فايكو اريثرين شبه مين؟ شبه الرودوفايسي. يعني اخذت الحلو من هنا والحلو من هنا، مفيش مشاكل كده. احنا خدنا تاني حاجه بتعيش في المارين بايوسفير اللي هي البروتيستا. اخر حاجه، حاجه اسمها الايه؟ الميتازوا. والميتازوا دي تعتبر جزء او يتقال عليها يوني سيلولر، يعني ممكن نقول عليها يوني سيلولر او مالتي سيلولر انيمالز، يعني انيمالز حيوانات بشكل عام، سواء كانت فيرتيبريتس يعني عندها فيرتيبرا، عندها فقريات يعني زي ما بيقولوا، وانفيرتيبريتس، واغلبهم انفيرتيبريتس، واغلب المارين بايوسفير انفيرتيبريتس، تقريبا حوالي 60% من المارين بايوسفير انفيرتيبريتس. هناخد منهم مثلا نوعين بس بساط قوي، حاجه شبه السبونجز، سبونج بوب سكوير بانتس اهو، البوريفيرا، بوريفيرا، وعندها حاجه ثانيه اسمها الان دي سايلنت سيداريا، بوريفيرا وسيداريا، بوريفيرا وسيداريا. البوريفيرا ديت السبونجز دي حوالي 9000 سبيشيز، يعني في حوالي 9000 سبيشيز من سبونج بوب سكوير بانتس، وفي هنا حوالي دي 1000، لا خليها 10000 سبيشيز من ايه؟ السيداريا. تعال ناخد الاثنين دول بس، تعال نبدا بالبوريفيرا ديت على جنب كده، هي حوالي 9000 سبيشيز، بتنمو فين او بتنمو بشكل عام فين؟ في الاثنين دول بيعيشوا في الغالب في في المارين، يعني لازم حاجه بيئه مالحه. يعني بيتقال على البوريفيرا ديت او السبونجز ان هي اكواتيك سيسايل فلتر فيدر، بيبقى منظرها بيبقى عامل كده اهي اهي، وبتبقى مليانه خروم كده لان هي سبونج طبعا عادي زي ما انت شفت سبونج بوب مليان خروم. هو عمو سبونج بوب ده عايزك تبقى عارف ان هو فلتر، عامل شبه الفلتر ليه؟ هو بيمتص كل البيئه اللي حواليه عشان يتغذى، اي حاجه حواليه بيمتصها وياخد اللي هو عايزه ويرمي الباقي، فيعتبر ان هو بيفلتر البيئه اللي حواليه من اي حاجه. هو سيسايل لان هو قاعد على الارض كده جالس، ما عندوش حاجه شايلاه، ما عندوش ستوك شايله، يبقى اكواتيك لانه في البيئه البحريه، سيسايل لان هو جالس، فلتر لانه بيفلتر البيئه اللي حواليه عامل شبه المصفى كده مخرم، وفيدر لانه بيتغذى من البيئه اللي حواليه دي. هو مجرد خلايا سيمبل، ممكن تبقى مالتي سيلولر، ممكن تبقى يوني سيلولر، بس في الغالب بتبقى مالتي سيلولر، وممكن يبقى عندها سبيشال سيلز، يعني عندها خليه مثلا خليه مختلفه كده عن البيئه عن اللي حواليها كلهم. سبيشال سيلز دي ممكن يبقى ليها هدف معين ايا كان بقى هدفها ده ايه. ده كده بالنسبه للبوريفيرا. عندنا حاجه ثانيه اسمها سيداريا. السيداريا دي تقريبا 10000 سبيشيز، مش 9000 طبعا، الارقام مش علينا حفظ. وهنا على فكره في الورق هتلاقي ارقام الكلوروفايسي والرودوفايسي والفايفايسي مش حافظ، بس انا عايزك تعرف بس ان الفايوفايسي هي اكتر واحده انتشارا، ثم بعدها الرودوفايسي، ثم بعدها الكلوروفايسي. ده مش ترتيب جنرال بس، ده ترتيب بالنسبه للثلاثه دول بس. طيب عندنا السيداريا بقى، دي شكلها غريب شويه، بيبقى منظرها عامل كده، يعني بتبقى شبه الكيسه كده، عندها ساك لايك بودي، بودي شبه الكيسه، وعندها بق من فوق فتحه واحده، البق ده بتاكل منه وبتخرج منه، يعني بيأكت از سنجل اوبننج، بيأكت از ا ماوث واز ان انس للاخراج يعني. وعندها شويه تنتكلز جنب البق بتاعها كانها عندها شنب كده، ممكن يبقى شنب واحد وممكن يبقى اكتر من شنب، يعني عندها تنتكل يا اما واحد اور مور، وان اور مور تنتكلز، قرون كده استشعار او شنب يعني زي ما بيقولوا عليه. والحته اللي في النص ديت بيبقى فيها ماسوره او بتبقى فاضيه يعني، بيتقال عليها ايه؟ كوإلنترون، كوإلنترون. كوإلنترون ده بيتقال عليه سنترال سبيس، مسؤول عن ان هو لما ياكل يعمل دايجيشن ويلف الاكل ويطلعه كايه؟ ك ويست يعني، يعني مسؤول عن ايه اهم حاجه؟ مسؤول عن الدايجيشن. في منه نوعين السيداريا دوت، السيداريا ده في منه البوليب والميدوسا. انت طبعا عارف الميدوسا اللي هي اللي عندها مش عارف شعر كتير عامل كده شبه التعابين، لان بيبقى منظرها اصلا بيبقى عامل شبه التعابين، وعندها يعني شبه كده شويه، بس دي من النوع البوليب. تعال ناخد الاول البوليب كده. البوليب دي بتبقى الفرق بين الاساسي بين البوليب والميدوسا ان البوليب بيبقى ستيشنري وشبه الفازر، شبه ده شبه ده كده، والميدوسا بتبقى سويمنج يعني متحركه، وبتبقى كاب شيب. كاب شيب يعني بيبقى منظرها تقريبا عامل كده المفتوحه كده شويتين ثلاثه، وممكن يبقى عليها قرون استشعار كده او تنتكلز عامله كده اهي مثلا، اللي انا رسمه لك ده مش مهم يعني، المهم ان هو بيبقى منظرها عامل كده، او ممكن يبقى منظرها عامل كده اهو مفيش مشاكل، يبقى عندها كذا واحد اهو. فلو تاخد بالك ايه اللي انا رسمه لك ده او ده المقلوب بتاعه، بيبقى كاب شيب لان ده شبه الجيلي فيش، ده الميدوسا
عنده ايه شبه الجيلي فيش، كان الشعر بتاعه دوت اللي نازل التنتكلز اللي نازله منه دي كان شبه شعر ميدوسا. او البرتجيز مان اوف وور، البرتجيز مان اوف وور ده نوع من الجيلي فيش بيبقى لونه ازرق كده، هبعت لكم لينك عليه، بس خطير جدا 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 جدا. يعني البرتجيز مان اوف وور، يعني لو كان الجيلي فيش قرصته حاجه بسيطه قوي، البرتجيز مان اوف وور دوت اجمل منه بمراحل. هبعت لكم فيديو عليه يعني، لو دورت لو لقيته هبعته لكم على جروب الواتساب بتاعنا. في كمان عندك البوليب، البوليب بقى قلنا عليها ان هي ستيشنري، زي ما انت شفت الجيلي فيش بيتحرك، انما البوليب ستيشنري ثابته في مكانها شبه ده، ده كده بيبقى اسمه بوليب اهو، ثابت في مكانه اهو، بيبقى شبه الفازه زي ما انت شايف، هو شبه الفازه. في منه نوع اسمه الهايدرا اللي هو في الغالب ده هايدرا، او السيبن، بيبقى السيبن ده بيبقى منظره عامل كده وهو شبه البين كده في النص، وطالع منه حاجات عامله كده ومتغطيه في الاخر، فبيبقى منظره عامل كده، بيبقى سي بن لانه بيبقى شبه الريشه. تقول لي طب ما ريشه مش قلم، اقول لك ما هو زمان ايام زمان خالص اما اكتشفوه كانوا بيستخدموا الريشه كانها شبه القلم فسموها سي بن. والكوره اللي هي الكوره الريف اللي اسمها ايه، الشعب المرجانيه زي ما قلت لك من شويه، الشعب المرجانيه ليها اشكال كتير بقى ايا كان شكلها ازاي، او سي انو انيمونز. السي انيمونز دي اسمها اسمها ايه، شعب النعمان، شعب نعمان، شعب النعمان او طحالب النعمان ايا كان بقى، او مرجان النعمان ايا كان بقى هتسميها ازاي. انيمونز اللي هو النعمان يعني، اتسمت بالعربي قبل الانجليش. طيب كده احنا شفنا النوعين من الميتازوا اللي في المارين بايوسفير، سواء كانت الاسبونجوس او السيداريا، البوريفرا والسيداريا، بوريفرا وسيداريا. طيب والسيداريا نوعين، بوليب وميدوسا. طيب جميل جدا، وكده احنا شفنا المارين بايوسفير كلها، ممكن تبقى مونيرا، ممكن تبقى بروتيستا، ممكن تبقى ميتازوا. طب تعال لي كده بعد اذن سيادتك، انت قلت لي من شويه ان 60% من المارين لايف كلها على بعضها تبقى انفرتيبريتس، لقينا ان 60% دول او المارين يعني او بشكل عام المارين لايفز كلهم 50% منهم بيطلعوا لي، ممكن يطلعوا لي ايه، ممكن يطلعوا لي 50% من المارين ناتشرال برودكت ممكن يطلعوا لي ايه، ادويه جديده. يعني احنا اكتشفنا كده بالشغل عليهم كده لان هم ممكن فعلا يطلعوا لي ادويه جديده، وقال لك ان 50% من المارين ناتشرال برودكتس دول غالبا هيبقوا مارين انفرتيبريتس، انفرتيبريتس يعني اللي انت هتطلعهم لي منهم ناتشرال برودكت دول، دول انفرتيبريتس زي ما شبه ما انت ما قلت لي هناك اهو ان في كميه محترمه منهم انفرتيبريتس بشكل عام، فاكيد الكميه اللي هتطلع ناتشرال برودكتس او مارين ناتشرال برودكتس هتبقى انفرتيبريت. ففضلنا نشتغل على المارين انفرتيبريتس دول، خدنا مثلا الريد الجي، خدنا مثلا الكورال السوفت كورالز، السوفت كورال، خدنا كمان شويه البوريفرا السبونجز اشتغلنا عليهم. يعني خدنا ايه، خدنا اهو ثلاث حاجات، خدنا اول حاجه الريد الجي، خدنا السوفت كورالز، خدنا كمان ايه شويه السبونجز واشتغلنا عليهم، لقيناهم ان هم طلعوا لنا حوالي مثلا من 10 ل 12000 من 10 ل 12000 نيو ناتشرال برودكت، وده احنا اشتغلنا على عدد قليل قوي. بعد فتره اكتشفنا ان معظم اللي من 10 ل 12000 ناتشرال برودكت دول جايين مش من من المارين انفرتيبريتس، لا ده من المايكرو اورجانيزمز اللي قاعده فوقيهم عايشه معاهم في منفعه مشتركه، سيمبيوتيك ريليشن شيب، شبه مثلا البكتيريا، شبه السيان بكتيريا، شبه المارين فانجاي، المارين خلينا نركز هنا ونكتب مارين فانجاي، شبه البكتيريا والسيان بكتيريا والمارين فانجاي، لانهم هم دول السبب في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المواد الفعاله اللي طلعت دي، هم اللي طلعوها مش المارين انفرتيبريتس. وده على فكره زي ما قلت لك من شويه سبب مشاكل كتيره جدا، ان احنا لما جينا ننزل تاني نعمل سكوبا دايفنج تاني عشان نطلع نفس المارين ناتشرال برودكتس ديت، جينا طلعناها طلعنا نفس النبته وطلعنا نفس مثلا المارين انفرتيبريت، بس المره دي طلع معلهوش مش عايش عليه في سيمبيوزس، بكتيريا مثلا هي اللي كانت مصنعه الماده. طب هي راحت فين الماده الفعاله؟ بعد مده طويله وسنين من البحث لقينا ان والله ده كانت السبب في الماده الفعاله هو البكتيريا اللي عايش عليها مش الانفرتيبريت نفسها. طب ال 10 ل 12000 نيو ناتشرال برودكت دول كلهم نزلوا السوق؟ اكيد لا مش كلهم نزلوا السوق، بس لقينا ان هم عندهم ان ماتشد ستراكشرز، اشكال جديده خالص، مهما دورت
في المواد الفعاله اللي انا عارفها من النباتات التريستريال مش هلاقي زيهم. يعني عرفنا مثلا الكالويدز جديده ما كناش سمعنا عنها خالص قبل كده، سمعنا عن تربينويدز جديده، التربين اللي هي الايزوبرين يونت اللي هي 5 2 ايزوبرين بقت مونو تربين، 3 ايزوبرين بقت تراي تربين، 4 ايزوبرين بقت داي تربين يعني 20 كربون، يعني ممكن تبقى مونو تربين، سيسكوي تربين، داي تربين، تراي تربين وهكذا. لقينا بوليكيتايدز، بوليكيتايدز يعني فيها مجموعه سي دبل بوند او كتير اللي هي الكيتونيك جروب ديت او الكربونيل جروب ديت. سايكليك بيبتايدز، بيبتايد يعني بروتين بس بروتين عامل سايكل. لينير بيبتايد يعني بروتين عامل مش سايكل يعني مستوي كده. ماكرولايد لاكتون، لاكتون يعني انترنال استر، يعني لو جيت قلت لك كده والله انا شرحت لكم الكلام دوت في الحصص، قلت لك المنظر ده اسمه لاكتون، المنظر ده برضو اسمه لاكتون. طب انت عرفت منين ان هم لاكتون؟ زي ما حضرتك شايف كده، ادي اهي الحته ديت، ادي اهي الحته ديت، دول عباره عن انترنال استر. يعني ايه انترنال استر؟ هو مجموعه الاستر اصلا عباره عن سي دبل بوند او او، ففين؟ ادي السي دبل بوند او او، سي دبل بوند او او، فانترنال استر بنقول عليه لاكتون. ماكرولايد ده نوع من انواع الانتي بايوتكس. بتقولي ما احنا شوف، ما احنا اهو جبنا الماكرولايد انتي بايوتك من قبل كده، اقول لك ايوه ماشي احنا جبناه قبل كده بس ما جبناش الماكرولايد ده. يعني مثلا اول مره في حياتنا نشوف ستراكشر اسمه برايوستاتين، برايوستاتين، برايوستاتين 1. ده كان ايه؟ ده كان ماكرولايد لاكتون متاخد من مارين بايوسفير. يعني برايوستاتين دوت حفظ، حفظ معلش هتحفظوه لي. فلما احنا مثلا لينير بيبتايد، واحنا اول مره نشوف يعني بيبتايد لينير، لا ما احنا شفنا بيبتايد لينير قبل كده بس اول مره اشوف الاستراكشر ده. مثلا حاجه اسمها دولاستاتين 10، دولاستاتين 10، في سايكليك بيبتايد اسمها دايديمينين بي، دايديمينين بي، في مثلا تربينويدز سيسكوي تربين يعني سي 15، حاجه اسمها افارول، افارول. فانت لو عايز تحفظهم كده السايكليك بيبتايدز دي افتكرها ان واحده بتقول الواحده دي دي جبت البي دي منين، جبت الحته، جبت البلوزه دي منين، قالت لها ده انا لفيت عليها. سايكليك بيبتايد، حقكم عليا والله يا جماعه الهبل اللي انا بقوله ده. حاجه ثانيه، الرجاله دايما ايه؟ ستريت فورورد ولينير. فدولا، دولا راجل 10 على 10، دولا ستاتين 10. ليه؟ لانه لينير، لينير تشين. الماكرولايد انت عارف ان هي انتي بايوتكس، فانا قلت لك برافو عليك، برافو عليك، اللي هي برايو ستاتين 1، برايو ستاتين 1. والتربينويد انت يعني عيب لما اقول لك تربينويد سي 15 تقول لي لازم تقول لي ايه افارول، كانك ايه بتقفل يعني خلاص مش تفهموها عشان انتوا ما تعرفوش جيش ومش عارف. فزي افارول، افارول سيسكوي تربين يعني افارول. يبقى عندك سايكليك بيبتايدز دي دي منين، اللينير بيبتايدز دولا ستاتين، الماكرولايد برايو ستاتين. طيب ايه الحلو بقى؟ يعني انا ليه عايز اعمل كل ليه دول بالذات هم داخلين دماغك؟ قال لك بكل بساطه ان ليهم ادفانتج مش هلاقيها في اي تريستريال انتي او اي تريستريال برودكت تاني. يعني مثلا بتلاقيهم دايفرس جدا، دايفرس يعني في منهم اشكال كتيره قوي واستخدامات كتيره قوي. يعني مثلا في منهم حاجات بتستخدم للسي بي اس للقلب والشرايين، حاجات قويه جدا. في منهم حاجات بتستخدم كفوتو بروتكتيف عشان سان سكرينز والحاجات دي والناس اللي عندها حساسيه من الضوء وهكذا. في منهم انتي فايرال، بكتيريال، فانجل، بروتوزوال. في منهم انتي تيومر يعني انتي كانسر، انتي بروليفريتيف يعني انتي كانسر. في منهم انتي انفلاماتوري، استخدامات كتيره قوي. يعني فيري 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 ايه، بيولوجيكالي دايفيرس. ليه؟ ارجع معايا نفس الكلمه اللي قلت لك ان هم بيعيشوا لازم يعملوا ادابت مع البيئه المحيطه بيهم. يعني عندهم انزيمز كتيره وكل انزيم بيطلع نوفل بايو اكتيف موليكيول، عندهم بسبب البيئه البايو دايفيرس بيطلع لي بايو دايفيرس اكتيف كونستيتوينت، اكتيف كونستيتوينت كتيره. بقول لك عليهم نوفاليتي، عندهم حاجه اسمها النوفاليتي. يعني ايه نوفاليتي؟ يعني بقول لك ان تقريبا تقريبا ما فيش دواء او 71% زي ما بيقول لك هنا اهو 71% يقول 70% من الادويه اللي بنطلعها من المارين برودكتس او من المارين بايوسفير كلها ملهاش ايه؟ هاز نو كاونتر بارت يكون تيرستريال، ملهاش مثيل. لان لدرجه ان احنا لقينا ان الكتب اللي بتلم اسامي المواد الفعاله اللي طالعه من المارين اسمها الديكشنري اوف مارين ناتشورال برودكتس. قال لك ان تقريبا 71% من المارين ناتشورال برودكتس اللي موجوده في الكتاب دوت، تقريبا 71% مفيش حاجه
تيرستريال بتطلعها، يعني حاجه جديده بيتقال عليها ايه سبيشال او اكسكلوسيف، اكسكلوسيفلي بتطلع في المارينز، ما بتطلعش خالص في التيرستريال. حاجه كمان ان هي بايو، عندها بايو اكتيف بوتنشال اعلى كمان من التيرستريال برودكتس. زي يعني ايه بايو اكتيف بوتنشال؟ يعني بكل بساطه مثلا لو بناخد مثال على الانتي تيومر بوتنشال، من كل يعني مثلا لو قلت لك من كل المارينز عندي اللي انا واثق منهم ان ليهم انتي كانسر افكت 1% من المارينز، ده لسه هنكتشف كمان قدام. في حين ان من كل التيرستريال برودكتس اللي احنا اكتشفناها عندي 0.1% بس اللي ايه اللي ينفع يبقى انتي تيومر. فالموضوع يا جماعه متطور جدا. اي حاجه يعني زي ما اقول لك كده، اللي ما تلاقيهوش على الارض تلاقيه في الميه من الاخر كده. يقول لك ان عندها كمان هاي سكسس ريت، عندها برسنتج او ريت عالي من السكسس. ريت ده يعني خففت ناس كتير. اقول لك لا، ده انا اصلا لسه في مرحله الاكتشاف. يعني ايه عندها بقى هاي سكسس ريت في الاكتشاف؟ يعني من كل 3500 ناتشورال مارين ناتشورال برودكت، من كل 3500 مارين ناتشورال برودكت في واحد ممكن يطلع تمام. تقول لي ده رقم قليل قوي. اقول لك طب ما تيجي تشوف كده بالنسبه للتيرستريال، بالنسبه للتيرستريال ثانيه عشان نكتبها اهو، تيرستريال، بالنسبه للتيرستريال عندك واحد من كل 10,000 نبته موجود على الارض ممكن تبقى دراج. ده فرق شاسع في يعني من 3500 ل 10,000، ده فرق شاسع جدا. فالمارين ناتشورال برودكتس عندها ريت اعلى، ريت اعلى من ان هي تبقى ايه، تبقى سكسسفول نيو دراج. سكسسفول نيو دراج اقدر استخلصه من النبته زي ما هو كده، اديه للبني ادم ده عشان يخف، او حتى لو هلعب فيه وهديه للبني ادم وهيخف، يعني عنده هاي سكسس ريت. وبيبقوا كانديديتس يعني مرشحين كويس قوي للكوزموسيوتيكلز. وكلمه كوزمو جايه من كلمه كوزماتكس، يعني لان عندهم كميه كبيره من الفيتامينز وكميه كبيره من المينرالز. ساعات بيقولوا على الحاجات المارينز دي او الالجي بالذات، ساعات بيقولوا عليها سوبر فودز. سوبر فودز يقول لك ان كل كيلو من الطحالب ممكن يعمل 10 كيلو من الفواكه، 10 كيلو من المينرالز والفيتامينز اللي موجوده في الفواكه. يعني لو 10 كيلو فاكهه بتطلع كميه معينه من الفيتامينز المينرالز، كيلو واحد من الطحالب بيطلعها، ده على سوبر فودز. فالحاجات ديت بيبقى عندها افكت عالي قوي من ناحيه الكوزموسيوتيكلز، الفيتامينز والمينرالز الكتيره اللي فيها. يعني مثلا تلاقي عندها يو في بروتكشن افكت، عندها انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده، الحاجات الانتي اوكسيدنت دي مهمه قوي للجلد والبشره، عندها انتي رينكل، انتي تايروزينيز، انتي اكني، انتي ايجنج. واحده واحده كده، انتي ايجنج يعني بيقلل الكرمشه، انتي اكني بيقلل ظهور الحبوب، انتي تايروزينيز، التايروزينيز ده بيتقال عليه كي انزيم في ايه، في عمليه تصنيع الميلانين او البيجمنت. فالناس اللي عندها تصبغات بتاخد مثلا لو تفتكروا يعني الاربيوتين، الاربيوتين اللي هو فيه اللي موجود في الاوفا اورسي ليفز، ما عليه ولا كاني قلت حاجه. الاربيوتين ده او الحاجات المعينه اللي بتمنع التصبغ دي، الهيدروكينون لو ناس فاهمه في الكوزموسيوتيكلز يا منى لو سمعاني، يعني التايروزينيز دوت ده الكي انزيم المسؤول عن تصنيع البيجمنت. طب انا دلوقتي هوقف الكي انزيم المسؤول عن تصنيع البيجمنت، فقلل البيجمنتيشن، يبقى دي بيجمنتيشن. الناس مثلا اللي عندها فريكلز، اللي بيتقال عليها ايه الفريكلز ديت، النمش، الناس في ناس ما بتحبش النمش، الناس اللي عندها تصبغات في اماكن معينه في وشها بتاخد الموضوع دوت، بتاخد اي ادويه، بتعمل بيتقال عليها مجازا سكين لايتنينج. فكره سكين لايتنينج دي جايه منين؟ جايه من انتي تايروزينيز افكت، ان هي بتوقف الكي انزيم المسؤول عن الميلانين برودكشن. اخر حاجه ان هي انتي رينكل، هي بتقلل التجاعيدات، هي انتي ايجنج. ساعات بيقول لك عليها سكين تايتنينج، بتشد الجلد، بتشد الجلد، يبقى سكين لايتنينج وسكين تايتنينج. واقول لك بعد كل دوت ال 12,000 نيو برودكت، نيو ناتشورال برودكت اللي جايين من المارين ناتشورال برودكت، دول حاجات احنا اكتشفناها واحنا بنكتشف كده بالصدفه. ده لسه في بيقول لك ايه، ان هي لسه ان اكسبلورد. والموضوع دوت بالنسبه للعلماء عارف كانك حاطط له تورتايه قدامه من كل الانواع وهو عايز يذوق من كل الانواع. هو بيبقى بالنسبه للعلماء كده عايزين يكتشفوا المحيط بالكامل عشان يعرفوا كل المواد الفعاله بتاعت كل النباتات. تمام، نمسح السبوره ونكمل يا شباب. بعدها نبدا بقى نتكلم في الادويه بقى نفسها، ادويه نزلت الماركت وادويه لسه في الـ في الـ في, الـ في الدراسات، لسه عليها الفيز 1 وفيز 2 وفيز 3 ولسه، وادويه نزلت الماركت وهكذا. هسيب لكم السبوره وانا كمان هاخدها سكرين شوت وهنزلها لكم على الجروب. كملوا.
كملين يا شباب مع المارين ناتشورال برودكتس، ودلوقتي بدأنا نتكلم على المارين ناتشورال برودكتس اوف ايه اوف اللي نزلت خلاص الماركت. خلينا نتكلم على المارين ناتشورال برودكتس اللي نزلت الماركت ديت. هم بشكل عام هم تقريبا من المارين كلها، من ال 10000 او 12000 كومباوند اللي درسناهم، كم واحد نزلوا الماركت او كم واحد لسه في الاستاديز بتاعت ان هو ينزل الماركت؟ حوالي 30 كومباوند. كم واحد منهم نزل بقى اوريدي؟ هم 8 بس. يعني في 8 بس هم اللي حصل لهم ابروف ان هم خلاص نزلوا الماركت وبقى فيه ليهم اسامي تجاريه. يعني هلاقي بعد الحاجات كده الاقي الار دي اللي هي بتاعت الكوبي رايتس، الاسم التجاري. 8 بس، منهم 6 في القرن ال21. يعني بدانا 2000 وي حصل ابروف لستة، 2 بس قبل القرن ال21، يعني 2 بس في نهايات التسعينات، 2 بس اللي حصل لهم ابروف. يعني الوضع يا جماعه لسه احنا قدامنا سنين وسنين على الموضوع يتطور. طب الثمانيه اللي حصلهم ابروف دول، ال22 الباقيين من ال30 كومباوند اللي احنا استخرجناهم وعرفنا ان ليهم بايو اكتيفيتي، قال لك دول عباره عن كانديديتس. كلمه كانديديت دي مهمه قوي، ان هم مجرد ان هم مرشحين ان بعد كده احنا شاكين ان هم ممكن يبقوا ليهم اكتيفيتي معينه. انا بفضل ادور على الاكتيفيتي دي، ببدا اعمل حاجه اسمها كلينيكال ترايلز، والكلينيكال ترايلز دي عباره عن فيزز، فيز 1 فيز 2 فيز 3، ثم بعدها يبدا ينزل الماركت. وبعد ما ينزل الماركت كمان ممكن اعمل له بوست ماركت ستادي، يعني ابدا بقى اسال الناس او اعمل ستاديز على الناس اللي بدات تاخد الدواء ده. عايزين ناخد 3 امثله من الثمانيه اللي حصل لهم ابروف دول. هناخد عليهم 3 امثله، كل مثال هعرف اسم الدواء الدراج، الكيمستري بتاعته عباره عن ايه، السورس بتاعه جاي من ايه، حصل له ابروف امتى وعن طريق انهي جهه، الاستخدام بتاعه بيستخدم في ايه، الدوزج فورم، الشكل النهائي، حقن، تابلتس، مش عارف ايه، النوتس بقى في الاخر كده. اول واحد اسمه زيكونو تايد، ومن اسمه كده زيكونو تايد، يعني هو عباره عن بولي بيبتايد، بيبتايد يعني عباره عن امينو اسيدز. يبقى اول حاجه اهو، وبعد اذنك هتحفظ الاسم بتاع الدراج، وهتحفظ الاسم التجاري بتاعه. فزيكونو تايد اللي هو البيبتايد دوت بيبقى في الماركت بتاعنا في الصيدليه، مش في الصيدليه بقى، في صيدليات المستشفيات، بيبقى اسمه ايه؟ اسمه برايالت دوت عباره عن بيبتايد. خدناه السورس بتاعه جاي منين؟ من سنيل، يعني قوقعه كده، عباره عن تروبيكال مارين كون سنيل. السنيل دوت او القوقعه ديت بتعيش في التروبيكال مارينز، وبناخد منها القوقعه، ولا بناخد منها الفينوم بقى اللي موجود جوه القوقعه، بناخد منها الفينوم ده. الفينوم ده جواه بروتين معين او بيبتايد معين اسمه جاما كونو توكسين. كونو جاي من كلمه كون، اهي جاما كونو توكسين. هو الجاما كونو توكسين ده هو اللي لعبنا فيه بقى بعد كده، وطلعنا منه ايه؟ طلعنا منه الزيكونوتايد. الزيكونوتايد ده بقى مين اللي عمل له ابروف؟ قال لك الامريكا، اليو اس اي، عملت ابروف للبرايالت دوت في سنه كام؟ سنه 2004. مش هنقعد نحفظ طبعا السنين اللي حصل له فيها ابروف، بس تعرف لي اسمه هو حصل له ابروف في صوره ايه؟ في صوره برايالت، ومين اللي عمل له ابروف؟ امريكا، يو اس اي. لان بعد كده هقول لك اليوروبيان يونيون عمل ابروف لتاني واحد، الاف دي اي والاي ام اي اي اللي عملت لتالت واحد، فانت عارف ان اول واحد ده هو اليو اس اي البرايلت. الزيكونوتايد دوت من اقوى 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 الانالجيسكس اللي ممكن تستخدمها، لانه بيستخدم في الوجع الشديد قوي. يمكن من اقوى الاوجاع اللي ممكن اي حد يعدي عليها حاجه اسمها السباينال كورد كرونيك بين، الوجع في النخاع الشوكي، اللي هو اصلا مسؤول عن التعديل بتاع البين، هو اللي مسؤول عن الريجوليشن. على كده نكتب اهو، هو المسؤول عن الريجوليشن اوف بين، هو ده اللي مسؤول عن افراز وارسال الاشارات الحسيه والعصبيه لكل جسمي. فممكن لو حس هو بوجع صغير قوي جسمي كله يوجعني. فهو بيستخدم كانالجيسيك في الكرونيك بين ان سباينال كورد. كنا زمان قوي كنا ندي انترافيكال يعني ان ذا سباينال كورد، ان سباينال كورد. تتخيل كده انك بتحقن حقنه في السباينال كورد بتاع واحد، فحاجه مؤلمه جدا. فبدانا حاليا نخترع جهاز كده بيتقال عليه الميتر دوز كاثيتر. كاثيتر يعني اسمها ايه؟ اللي هي الايه؟ القسطره.
قسطره كده بتفضل داخله جوه السباينال كورد وما بتبقاش مؤلمه، وميتر دوز يعني هي بتدخل الدوز اوتوماتيك ودوز محسوبه قد كذا، يبقى ميتر دوز كاثيتر. دي بتمنع بقى انك كل شويه تفضل تحقنه تحقنه تحقنه. ده الزيكونوتايد. الزيكونوتايد ليه مشكلتين. اول مشكله ان هو نارو ثيرابيوتيك اندكس. كلمه نارو ثيرابيوتيك اندكس دي عايزك بس تكون فاهمها كده، ان الفرق ما بين التوكسيك دوز والثيرابيوتيك دوز قليل قوي. يعني مثلا بالنسبه لدواء شبه ده او دواء بشكل عام، شكله عامل كده، الدواء بشكل عام شكله عامل كده، دوت بشكل عام دوت هي التوكسيك دوز، توكسيك دوز، وديت هي الثيرابيوتيك دوز. الثيرابيوتيك اندكس او الثيرابيوتيك ويندو هي المسافه بين التوكسيك دوز والثيرابيوتيك دوز. دايما انت شايف كده الماكسيمم دوز، الدوز الماكسيمم قبل التوكسيك دوز، مهما عليت مش هتعلى قوي. في ادويه كمان بتبقى تحت كمان، يعني تحت هنا يعني اخرها هنا حاجه شبه كده مثلا، فدي فيري فيري سيف. الفكره كلها في الثيرابيوتيك اندكس دوت لو كان ضيق، يعني مش بقى عامل كده، او خلينا نقول نرسم رسمه ثانيه، يعني مش عامل كده، لا ده عامل كده، ادي اهي الثيرابيوتيك دوز وادي اهي التوكسيك دوز. فتيجي سيادتك تدي دوز بالغلط، وخلي بالك ان احنا بندي حاجه اسمها ميتر الدوز كاثيتر، فممكن انك ظبطه غلط اصلا، تدي دوز بالغلط، يعني بدل ما تديها له كده، بص عليت فرق بسيط قوي. عليت عن ايه؟ عن التوكسيك دوز. طالما عليت عن التوكسيك دوز زي ما انت شايف كده، يبقى دي ليثال، ليثال يعني قاتله. فمشكلته اول حاجه ان هو عنده نارو ثيرابيوتيك اندكس. المشكله الثانيه عبيطه خالص، انه مش بيعمل شويه ديزنس، دوار، بيعمل شويه نوجة، احساس بالطيء والترجيع. ده كده بالنسبه للزيكونوتايد. افتكر لي تايد يعني بيبتايد، واسمه ايه؟ اسمه برايلت. برايلت تاني واحد ده معلش هو اسمه رخم شويه، اسمه ترابكتيدين. ترابكتيدين واي ان يعني بيني وبينك، هذا اللي انا هقوله ده بيني وبينك. انا عايزك تحط لي ايه في الاخر، ليه حط لي ايه في الاخر؟ هي ما اخرهاش ايه، بس عايزك تحط لي ايه في الاخر عشان تعرف ان هي الكالويد. اي ان اي بقى، بس هي مش اخرها ايه. اسمه ترابكتيدين. ليه اسامي ثانيه، اسمه انا هقراها بقى، اكتيناسيدين، 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 اكتيناسيدين 743، ده الكود بتاعه 743، ده الكود بتاعه. فاختصارا بعد ما نقول اكتيناسيدين قال ايه؟ اي تي 743. اسمه بقى في السوق ايه؟ اسمه يون ديليس. يون ديليس ده عباره عن ايه؟ عباره عن تترا هيدرو ايزوكينولين الكالويد. ايزوكينولين الكالويد دي كنا خدناها، الكالويد يعني منظره عامل كده اهو، او الايزوكينولين بيبقى منظرها عامل كده اهو، والان هنا ايزوكينولين تترا هيدرو ايزوكينولين. انا دخلت هنا كان بيبقى فيه هنا دبل بوندز، قمت انا قمت شايل كل الدبل بوندز، فالرينج دي بقت ساتيوريتد، اسمها تترا هيدرو ايزوكينولين الكالويد، يعني جواه الرينج ده. ده اسمه ايه؟ اسمه ترابكتيدين او يوديليس، يونديليس، اسف، يونديليس. طيب ده بناخده منين؟ بناخده من حاجه اسمها التروبيكالز، يعني زي ما هنا خدناه من التروبيكال كون سنيل فينوم، هنا باخده من التروبيكال حاجه اسمها سي سكويرت، بتبقى عباره عن تونيكيت او كورداتا، بيبقى ليها ايه؟ زي الدكتوره كانت دايما كده تقول على كورداتا دي، اللي هي الفصائل، الفصائل الحبليه، يعني بيبقى فيها حاجات شبه الحبال كده، فصائل الحبليه. ده حصل له ابروف فين؟ في يو اس اي سنه كام؟ 2004 باسم برايلت. ده حصل له ابروف في اليوروبيان يونيون في اوروبا سنه 2007 باسم ايه؟ باسم يون ديليس. يون ديليس. اوكي؟ طيب ده كان بيشتغل كانالجيسك، ده بقى بيشتغل كايه؟ كانتي تيومر لحاجه اسمها سوفت تيشو ساركوما. سوفت تيشو ساركوما يعني حاجات مش لوكيميا، يعني من الاخر كده مش لوكيميا، يعني مش سرطان دم، سوفت تيشو ساركوما. يعني مثلا حتى الدكتوره ادت مثال ان الساركوما دي لو موجوده في البونز يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها اوستيو ساركوما. اوستيو ساركوما. طيب بتاخد كايه؟ بتاخد كاي في، حقنة اي في عادي جدا، حقنة وريدية مفيش مشاكل. قال لك ده نزل الماركت، بس لسه في دراسات تانية بقى عليه، دراسات للسيمي سينثيتك برودكتس منه، لو تاخد بالك ان هو عبارة عن سيمي سينثيتك برودكت، يعني ما خدوش من النبات كده زي ما هو من مارين برودكت وحطيته في دواء، لا هو انا عملت عليه سيمي سينثيسيس. قال لك الاكسبيرمنت لسه شغالة عليه، ان هو بيشتغل على البريست او البروستات كانسر. بس حاليا قال لك ان هو مش بس للسوفت تيشو، لا
يعني هو تمام للسوفت تيشو ساركوما، وكمان في دراسات جديده بتقول لك ان هو يمشي على السوليد تيشو ساركوما شبه البريست كانسر والرينال كانسر، شبه سرطان الثدي وسرطان الـ 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 الكليه، سرطان الكلى، وده من اصعب السرطانات يعني. تمام، بس هو بشكل عام مش للوكيميا، مش للوكيميا. امال مين بقى للوكيميا؟ التالت بتاعنا، التالت بتاعنا اسمه اربيولين ميزايليت، استر ميزايليت يعني استر. اسمه ايه؟ اسمه هالافين، هالافين. فالاربيولين ميزايليت دوت بيشتغل كسينثيتك، او هو شكله ايه؟ عباره عن حاجه سينثيتك مصنعه. تقول لي يعني ده احنا عملناه من الصفر؟ اقول لك عملناه من الصفر. طب تقول لي طب امال ايه لازمه ان انت تقولوا لي تحت المارين ناتشرال برودكت طالما انا عملته من الصفر؟ اقول لك ما هو الفكره اصلا جات لنا منين؟ جات لنا من مارين ناتشرال برودكت. لما لقينا ان استخلاص الماده الفعاله بتاعه المارين الناتشرال، ما هي جايه منين؟ خلينا نقول كده، من نوع من انواع السبونج اسمها ايه؟ اسمها هيليكوندرين اكادي، هيليكوندرين اكادي. افتكرها كده انك ايه؟ اكادو من اني اصنع منه دواء، بس ما عرفتش بسبب ايه؟ بسبب ان انا لما جيت نزلت تحت وجبت الاسبونج اللي هي اللي اسمها هيليكوندرين اكادي، وخدت منها الماده الفعاله اللي اسمها هيليكوندرين بي، قال لك لقينا الهيليكوندرين بي ده بص طب طب في اجانست اللوكيميا. لو تاخد بالك ده اللي هو ما كانش للوكيميا، انما هو ده للوكيميا، طب للوكيميا. بس جينا ننزل تاني في نفس المنطقه بنفس الطريقه ندور على الاسبونج دي، ما لقيناهاش. فلقينا ان مفيش اصلا ريجولار سبلاي، ريجولار سبلاي، ومش هعرف اصلا اعمل سكيل اب. يعني ايه بقى كلمه سكيل اب؟ يعني اطلع النبات ده وبعد كده بقى ابدا ايه؟ ابدا اكتر منه، او اجي انا اصلا حتى ازرعه مش هعرف ازرعه، مش هعرف اوفره، لان زراعته صعبه جدا وبتاخد وقت طويل. فبدانا احنا نصنع منه بقى ايه؟ حاجات سينثيتك، حاجات مصنعه. الهاليكوندرين بي اللي هو اللي جاي من النبات ده عباره عن ماكروسايكليك بولي ايثر. ماكروسايكليك، انت لو جيت شفت الرسمه كده في الورق اللي انا الورق بتاعي وحتى ورق الدكتوره، هتلاقيه عباره عن تشين طويله واخرها كده كورة كبيرة وفاضية في النص. يعني هنا في رينج كبيرة من الاستركشرات وهتلاقيها فاضية في النص. ماكرو يعني كبيرة، سايكليك يعني مدورة، بولي ايثر هتلاقي فيها مجموعات ايثر كتير في النص. ومن احنا لقينا ان المجموعة ديت هي ديت الفارماكوفور، بيقولوا عليها الفارماكوفور، هي دي المسؤولة عن الفاعلية بتاعت الدواء. قال لك ومن احنا قمنا جبنا بقى الفارماكوفور اللي اسمها ماكرو سايكليك لاكتون. لاكتون ده اللي هو لسه قايل لك كنا مسحناها، قلت لك انا هنا كان في اللاكتون اللي هو الانترنال استر. قمنا احنا بقى جبنا الفارماكوفور ده وقلدناه وعملنا منه سينثيتك برودكت اللي اسمه الاربيولين ميزايليت اللي هو الايه؟ الهالافين. يعني الاربيولين ميزايليت دوت ده مش موجود في نبات، اللي موجود في النبات اسمه هاليكوندرين. احنا بقى صنعنا منه الاربيولين ميزايليت. الاربيولين ميزايليت ده بنقول عليه ماكروسايكليك برضو بس مش بولي ايثر، بنقول عليه كيتون، وبيبقى سمبليفايد ستراكشر كده اللي هو الاربيولين ميزايليت. قلنا بنجيبه منين؟ بنجيبه من الاسبونج اللي اسمها هاليكوندرين اكادي، اكادو من اني اصنع منه من الهاليكوندرين ده بس ما لقيناهوش، قمنا عملنا منه الاربيولين ميزايليت. الاثنين اللي فاتوا كانوا ابروفد باي ايه؟ هنا باي يو اس اي، هنا باي يوروبيان يونيون. هنا قال لك هنعمل ابروف من جهتين بقى. في 2010 حصل له ابروف باي اف دي اي فود اند دراج ادمنستريشن، و2011 باي اي ام اي اللي هي اليوروبيان ميديسن اسوسيشن، يوروبيان ميديسن اسوسيشن اللي هي 2011. كان في الاول الهاليكوندرين ده كان بيستخدم للوكيميا، انما الاربيولين ميزايليت اللي عملناه هو برضه للكانسر بس سبيسيفيكلي للبريست كانسر او ميتاستاتيك بريست كانسر. يعني الميتاستاتيك يعني بيتحرك بسرعه جدا 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 فعايز الحقه، استخدم برضه كاي في يعني. قلنا الحته الاخيره دي ان هي لقينا ان التوتال سنتيتك عمل، لما جينا نزلنا دورنا ما عرفناش نصنعه 100% لان تصنيعه صعب. عملنا توتال سنتيتك عملناه له توتال سنتيتك بس التصنيع بتاعه صعب هارد. جينا نزرع احنا الهاليكوندريا اكادي ما عرفناش نزرعها برضو. قمنا لقينا الفارماكوفور بتاعها اللي هي الكوره البولي سايكل ديت او الماكرو سايكل ديت، وهي دي الفارماكوفور، هي دي المسؤوله عن التاثير الفعال، ماكرو سايكليك لاكتون. دي تقريبا كام؟ قال لك دي تقريبا بتبقى حوالي 38 38 كربون، 38 كربون. ومن احنا قمنا عملنا ال 38 كربونه دي عملناها ماكرو سايكليك كيتون سمبليفايد خالص عن المنظر الكبير بتاع الهاليكوندرين بي، ولقينا ان الاكتيفيتي بتاعها وذ ذا سيم اكتيفيتي. كده احنا خدنا ثلاث امثله من الثمان 8 دراجز اللي حصل لهم ابروف باي سيفرال
اسوسيشنز او منظمات كتيره عملت لها ابروف زي اليو اس اي واليوروبيان يونيون والاف دي اي والاي ام اي. هنمسح بقى دوت لان دول خلاص هم الماركتد، هم نزلوا السوق زي ما انت شايف كده. ده اسمه هالافين، ده اسمه يوندليس، ده اسمه برايلت. دي ادويه كلها نزلت السوق يا شباب. عايزين بقى ناخد من دول اللي هم الثمانية ابروفد. عايزين بقى ناخد شويه امثله على الحاجات اللي من الحاجات اللي هم ال 22 اللي هم كانديديتس. كانديديتس همسح السبوره وقت كده كلمتين وخلصنا حصتنا. اخر جزء يا شباب في حصتنا النهارده، وهو اني اقول لك ان مش كل الادويه اللي احنا هندرسها هي ادويه نزلت الماركت. قلت لك ان في 8 بس هم اللي نزلوا الماركت، خدنا عليهم 3 امثله. في بقى 22 واحد لسه كانديديتس. كانديديتس يعني لسه هم في الـ في الـ في الكلينيكال ترايلز فيز 1 او فيز 2 او فيز حتى 3، لسه فاضل له تريكه بس كده ونزل ينزل الماركت. يعني عندنا في اربع ادويه في فيز 3، وفي عندنا حوالي 10 ادويه في فيز 2، والباقي كله تقريبا لسه في فيز 1. يعني اهو بنقول يلا يا رب نتكلم عليهم. ففي فيز 3 الاربع ادويه هناخدهم كلهم، انما فيز 2 هناخد اهمهم. فهم 10 ادويه هناخد منهم 3 بس. فعندك مثلا الـ في الفيز 3 اول واحد البلينابيولين. البلينابيولين ده هتلاقي كده الاستراكشر بتاعه، انت مش عارف اي حبس اي استراكشر، بس لازم تبقى عارف الحاجه المميزه في كل استراكشر. انا عامل لك عليها في الورق بتاعي مربع احمر، بس انت مش عارف، مش مهم تبقى عارف الاستراكشر نفسه، المهم تبقى عارف الكلمه نفسها، الوصف بتاع الاستراكشر دوت، ايه هو الفارماكوفور او ايه هي اهم حته في الاستراكشر دوت. انا بس عشان حضرتك ما تقعدش تحفظ كلام مصمت راسمه لك. هقول لك مثلا البلينابيولين دوت ده عباره عن داي كيتو بيبرازين. طب ما هو البيبرازين؟ هو عباره عن بنزين رينج فيها ايه؟ فيها 2 ان، وداي كيتو لان ادي اهي ادي ال 2 ان اللي هو البيبرازين، وداي كيتو لان فيها 2 كيتونز كده. هتلاقيها الاستراكشر ده موجود، انا عامل لك عليه مربع في الرسمه. يبقى اسمه البلينابيولين دوت داي كيتو بيبرازين. طيب بيطلع منين البلينابيولين ده؟ بلينابيولين من الاسبرجيلس. الاسبرجيلس وده عباره عن فانجس. على فكره الاسبرجيلس ده في منه في اللاند وبينمو على النوتس، ودوت الاسبرجيلس ده اي حاجه هقولها اكيد هي مارين. احنا بندرس في جزء المارين يعني، فانا من غير ما اكتب انت عارف ان هي مارين. السبيشيز المارين من الـ من الـ من الـ من السبيشيز دوت. فدي عباره عن بلينابيولين دايكيتو بيبرازين اسبرجيلس. فانت اهو بي مع بي مع بي، يبقى بلينابيولين دايكيتو بيبرازين اسبرجيلس، ويستخدم كايه؟ كانتي كانسر. تاني واحد، وعلى فكره معظمهم هيبقوا انتي كانسر، فعشان كده بقول لك المارينز دي حاجات مهمه قوي. تاني واحد خلينا ناخد الانتي كانسرز كلهم مع بعض. يعني تاني انتي كانسر هناخده اسمه لوربنكتيدين. لوربنكتيدين، لوربنكتيدين، اللوربنكتيدين ده عباره عن تترا هيدرو ايزوكينولين. خدنا حاجه زيه السبوره اللي فاتت، يلا افتكر لي كده اللي كان في النص ده، كان اسمه تترا هيدرو ايزوكينولين. وادي اهي الايزوكينولين العاديه بيبقى فيها هنا بوند كده، او بيبقى فيها هنا اسف بوند، وادي اهي برضو بوند تاني. قال لك لا هو هنا تترا هيدرو، يعني حطيت عليه اربع هيدروجينات فعملت كومبليت ساتوريشن. يبقى اللوربنكتيدين، لوربنكتيدين تترا هيدرو ايزوكينولين. وده بيبقى جاي منين؟ بيطلع من حاجه اسمها التونيكيت او البكتيريا. لو تفتكر برضو كلمة تونيكيت ديت كنت ذكرتها، اللي هي ايه الحاجات الحبلية اللي فيها شبه الحبل كده، برضو كانت بتطلع تترا هيدرو ايزوكينولين، وبتستخدم كايه؟ كانتي كانسر. تعالى ناخد اخر انتي كانسر في الفيز 3 دراجز، حاجة اسمها سالينو سبوراميد. سالينو سبوراميد، سالينو سبوراميد دوت بيبقى عبارة عن حاجة اسمها بيتا لاكتون او بيتا لاكتام. ايه البيتا لاكتون دوت؟ شايف على فكره في ادويه انتي بايوتكس بتبقى بنفس المنظر دوت. زي ما حضرتك شايف ادي اهو الانترنال استر اللي انا معود سيادتك عليه، اللي هو اللاكتون. فده اسمه بيتا لاكتون. بيتا لاكتون ادي الالفا وادي ايه؟ ادي البيتا اللي لازقه فيها على طول. ده بيطلع منين؟ من اكتينوبكتيريا نوعها اسمها ايه؟ اكتينوبكتيريا ده نوعها. نوع البكتيريا او البكتيريا نفسها اسمها البكتيريا نوعها اسمه اكتينوبكتيريا. اسمها بقى نفسه اسمه ايه؟ اسمه سالينو سبورا تروبيكا. يبقى سالينو سبورا مايد بيطلع من سالينو سبورا تروبيكا.
اهو مفيش اسهل من كده، بستخدم كايه؟ كانتي كانسر. اخر حاجه التترادودوكس، التترادوتوكسين. التترادوتوكسين ده هتستخدموه ان شاء الله في سكاشن الفارما، ده بيبقى عباره عن حاجه اسمها امينو بيرهيدرو كوينازولين. الكوينازولين دوت عباره ده الايزوكينولين. الكوينازولين بقى عباره عن بنزين، زي بدل بنزين لازق فيه ايه؟ لازق فيه رنجاية تانية. هنا كان بيبقى فيها ان واحدة، قال لك لا هنا بيبقى فيها اتنين ان، ده اسمه الكوينازولين. امينو بيرهيدرو يعني شلت الاتشات وحطيت عليها مجموعة ايه؟ مجموعة امينو. ده بناخده من الليفر والاوفريز بتاعت نوع من انواع الفيش. التترادوتوكسين ده لو عارفين الفيشز اللي هي البفر فيش اللي بتنفش، او لما تلمسها تنفش فتضخ كده توكسين، او التترادوتوكسين ده هو اللي بيجي من الفيش دي. الفيش دي لما بتنفش فتطلع التوكسين ده بيسبب حاجه اسمها سكيليتال ماسل ريلاكسيشن، يرخي كل ايه؟ كل يعمل ريلاكسيشن لكل سكيليتال ماسل، فالبني ادم ده يغرق، يحصل له شلل كده باراليسس ويغرق. خدناها بكميات صغيره قوي واستخدمناها كايه؟ كانالجيسك بدوزز قليله قوي. فعشان كده بقول لك على فكره ده من الحاجات برضو النارو ثيرابيوتيك اندكس، نارو ثيرابيوتيك اندكس، نارو تي اي. طيب في حاجات بقى فيز 2، دول 10 هناخد منهم 3 بس. واحد اسمه الدي ام اكس بي اي، لو تخلي بالك اصلا يعني مثلا ده دي ام اكس بي اي واخدين، ده هو عباره عن كود وليه كود تاني اسمه جي تي اس 21. كلها حاجات ليها كودز. ليه ليها كودز؟ لان دي لسه ما وصلتش ان هي تتسمى. يعني عارف ليه اللي ما تتسماش؟ قال يعني دي اللي ما تتسماش عشان هي لسه في فيز 2 بس، لسه في فيز 2 ما وصلتش حتى الفيز 3. الدي ام اكس بي يعني اي حاجه هتبقى عباره عن كودز انت عارف ان هي فيز 2. دي ام اكس بي او جي تي اس 21 ده بيبقى عباره عن حاجه اسمها باي بايريدين. البايريدين اللي هو الرينج ديت اللي فيها ان، فده اسمه باي بايريدين يعني اثنين منه، تحط الباي فينايل اكيد يعني، فده ما بقاش باي فينايل ده بقى باي بايريدين. بيبقى شبه الدوده كده، كانها دوده بتتلوى او شبه النمله. المهم ان احنا بناخده منين بقى؟ بناخده من ورم، اللي هو الدي ام اكس بي اي دوت بناخده من ورم. بيستخدم في ايه؟ في علاج الالزهايمر، ولغايه دلوقتي احنا ما لقيناش اصلا سبب للالزهايمر. فاي حاجه تقول لك هي علاج الالزهايمر فهي بتقلل الاعراض، فده علاج للالزهايمر اللي هي بتقلل اعراض الالزهايمر، وده كمان بيبقى علاج للالزهايمر اللي هو يقلل اعراض الالزهايمر. ده اسمه ايه؟ اسمه بايروستاتين. وجبنا سيره والله البايروستاتين ده لما كنت بقول لك، اما انت تقول لي ان هو بايروستاتين تقول لك ايه؟ برافو عليك، يعني بقول لك باي برافو عليك. يبقى بايروستاتين دوت بيبقى عباره عن ايه؟ رينج كبيره. وطالما قلت لك رينج كبيره يبقى ايه؟ ماكرو سايكل. والرينج الكبيره دي مليانه المنظر ده، كيتون 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 كيتون، يبقى يتقال عليه ماكرو سايكل كلاكتون بولي كيتايد. ماكرو سايكل كلاكتون بولي كيتايد. البايرو اسف انا بقول بايرو صح، انا بقول برايو، المفروض برايو. برايوستاتين اللي هي برافو عليك يعني برايوستاتين. البرايو ديت عباره عن حاجه اسمها برايو فايتا، اصلا في كده نوع من انواع النباتات اسمها برايو فايتا، نباتات متاخره قوي 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 قوي، يعني حاجات بدائيه جدا برايو فايتا. فالبرايو فايتا ديت في منها سبيشيز معينه اسمها بيوجيولا ني بيريتينا بيريتينا، مش مهم يعني انا مش مطالب بحفظ. فالبرايفايتا دي في منها سبيشيز اسمه بيوجيولا بريتينا، بيوجيولا بريتينا. ما اظنش والله ان انتوا هتسالوا في الحاجات دي، بس خلينا نقول هي البيوجيولا بريتينا دي اللي بتطلع الماكرو سايكل الكلاكتون اللي اسمه البوليكيتايد اللي اسمه برايوستاتين، وده بيستخدم كايه برضو؟ في علاج الزهايمر شبه دوت، بيقلل الاعراض. اخر حاجه، حاجه اسمها البلو كامبيولين اللي برضو ليه كود اسمه البي ام 184. ده عباره عن ايه؟ برضو عباره عن بولي كيتايد ديريفاتيف، مليان هو ايه؟ مليان كيتون كيتون كيتون. على فكره دي بتبقى في صوره لاكتون كمان. بناخده منين؟ بناخده من نوع معين من السبونجز، بيستخدم كايه؟ كانتي كانسر. يبقى انت عندك كده في اللفه دي كلها عباره عن ايه؟ كلهم انتي كانسر ما عدا حاجتين، ما عدا التترادوتوكسين اللي قلت لك عليه ان هو بتاع البافر فيش فيخليك سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، فيبقى ده بيستخدم بدوز قليله كانالجيسيك. والاثنين دول، الاثنين دول مع بعض كده، هما الاثنين دول حاجات مميزه قوي ان هما بيعالجوا اعراض الالزهايمر. طيب في بقى ادويه بيتقال لك عليها ان هي دراجز فور ريزيستنت انفكشنز. ريزيستنت يعني ايه؟ يعني مثلا دواء المفروض انه بيتعالج او مرض اسف المفروض ان هو بيتعالج بدواء معين، المرض ده اتعود على الدواء ده، اتعود عليه، فما بقاش افكتيف تجاهه، الدواء ده ما بقاش افكتيف. يعني مثلا ال H1N1 او الانفلونزا، الانفلونزا خلينا نتكلم في الانفلونزا اسهل حاجه، الانفلونزا دي ممكن نعالجها بالاوسيلتاميفير،
الروسيل ده بيبرر البرج اللي هو حتى كنا بنعالج بيه الاتش 1 ان 1 ايام انفلونزا الخنزير وانفلونزا الطيور والحاجات ديت. الانفلونزا ديت اللي هي الايه كانت بتعالج مثلا علاج من العلاجات بتاعتها فير اهو فير يعني فيروس يعني انتي فايرال. فالروسيل ده بيفاد انتي فايرال قوي جدا 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 ولسه مكتشفينه من قريب يعني من النادر قوي ان حاجه تبقى لسه مكتشفها قريب ويبقى السبيشيز البكتيريال والفيرال سبيشيز بقت ريزيستنت ليه. قال لك ما هو من كتر الاستخدام الانفلونزا بقت انفلونزا ريزيستنت للاوسيلتاميفير فيتقال عليها اوسيلتاميفير ريزيستنت انفلونزا او اوسيلتاميفير ريزيستنت اتش 1 ان 1. فبدانا نطلع لها ادويه جديده جايه من المارين ناتشورال برودكتس حاجه شبه ايه النيو اكيو نيو اكنيولين نيو اكينيولين. هو انيولين دوت نوع من انواع الشوجرز نيو يعني جاي من جديد اك جاي من اسم النبته المارين برودكت اللي خدناها منها. المهم يعني الدكتوره قامت رصرت كده الكيمياء بتاعته قالت لك كده بسرعه كده بسرعه جدا جدا يا فندم اتخضيت قالت لك برينايليتد اندول دايكيتو بيبرازين. اي يا عم اللي انت بتقوله ده واحده واحده كده. دايكيتو بيبرازين دي احنا شفناها اصلا قبل كده دايكيتو بيبرازين اللي هو ايه بلينابيولين. دايكيتو بيبرازين اللي هي الرينج دي ادي هي سي دي دايكيتو وادي اهي البيبرازين رينج. يعني ايه بقى برينايليتد اندول؟ هو ده الاندول بنزين وجنبها حلقه خماسيه فيها ان وادي الحاجه الحته اللي بيتقال عليها برينايليتد فاسمه برينايليتد اندول داي كيتو بيبرازين. برينايليتد اندول داي كيتو بيبرازين تمام كده. ده مين ده بقى؟ قال لك هو ده اللي بيلحق ال H1N1 والانفلونزا ريزيستنت سبيشيز من الفيروس. فغير ان هي ممكن تبقى اوسيلتاميفير ريزيستنس امانتادين ريزيستنت ريبافارين ريزيستنت كل دي انواع انتي فايرلز بيبقى ال H1N1 ريزيستنت ليها. فيبقى النيو اكينيولين بي دوت ده بيبقى فعال مع الحاجات اللي مش فعاله مع الريبافارين والامانتادين والاوسيلتاميفير. تاني واحد هو الستاك فيبوترين. الستاك فيبوترين دوت بيتقال عليه ان هو ضد الاتش اي في. الاتش اي في دوت اللي هو الفيروس المسبب للايدز الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي بيسبب الايدز اللي هي اكوايرد اميونو ديفيشنسي سندروم الايدز. فدوت بيجي له بيبقى يا اما الناس دي بتاخد ادويه الادويه دي بيتقال عليها انتي فايرلز اللي هي انتي الاتش اي في بس في ناس بتبقى الاتش اي في بتاعها ريزيستنت للادويه العاديه اللي هي نون نيوكليسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز ان ان ار تي اي نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور. ايه يا عم اللي انت بتقوله دوت انهبيتور؟ قال لك دي انواع من الادويه القوية جدا نون نيوكليوسايد يعني الدواء ده مش نيوكليوسايد مش شبه النيوكليتيدا ريفرس ترانسكريبتيز. ريفرس ترانسكريبتيز دوت ده انزيم موجود جوه الفيروس انهبيتور يعني بيوقفه. قال لك بقى الستاك فيبوترين دوت ستاك فيبوترين دي ده فعال تجاه الفيروسات الاتش اي في اللي ريزيستنس لمين؟ للنون نيكليسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور فقوي جدا. في عندنا حاجه ثانيه اسمها البنجامايد ايه او البنجامايد ايه ده برده تجاه الاتش اي في اللي هو بيسبب الايدز برده. واخر حاجه انتي كانسر وحيد كده في الـ في الـ في الدراج ريزيستنت او الدراج ريزيستنت دراجز بقى الحاجات اللي بسبب اللي بتعالج الدراج ريزيستنت انفكشنز حاجه اسمها اللاف 389 وطالما قلت لك ان هو عباره عن كود كده يبقى هو لسه تحت فيز 2 او ممكن كمان فيز 1 استخدام كانتي كانسر كده. يبقى احنا خلصنا حصتنا النهارده معلش حصه كده ايه كلها اسامي رخمه سامحوني لو كنت اتاخرت عليكم فيها بعد اذنكم يعني لان انا والله فعلا كنت تعبان بشده جدا 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 ودخلت المستشفى فسامحوني هسيب لكم السبوره ديت تاخدوها سكرين شوت وهنزل لكم الفيديو في اقرب وقت ان شاء الله اتمنى ينزل في نفس الفيديو اللي انا في نفس اليوم اللي انا صورت فيه الفيديو دوت. يلا اشوفكم على خير باذن الله.